مريم. يا اهلا، ازيك؟ عامله ايه؟ تفضلي تفضلي. اهلا وسهلا. اكيد سمعتينا وانا عم بشكي لمنها وبقولها انه عندي مشكله بالبيت وعندي كميه شبابيك يعني لا حصر لها. ما عندي ولا حيطة حتى مثلا ممكن تكون فاضية اني احط عليها شيء معين. في بعض المشاكل بالديكور مثلا تكون خارجة عن رغبة الساكن في الشقة او الفيلا او المنزل، صعب انه يتخطاها. كيف ممكن نتعامل مع هاي الاشياء ونلاقي لها حلول جذرية؟ اكيد طبعا صباح الخير. اكيد طبعا مهندس الديكور او ديزاينر الانتيرير ديزاينر بيقدر يساعد ربة البيت بالتوافق ما بينهم ازاي انه يوجد حلول لهذه المشكلات، لان في ساعات بتكون عيب في الاركتكت ديزاين في المعماري انه خلاص اتفرض عليه يوضع هذا العمود في المكان ده تحديدا، فما فيش حل معماري انه ممكن نشيل العمود او الكمر او whatever، او زي ما عندك انت شبابيك كتير فكتير دلوقتي الانتيريور بيلعب دوره ان احنا بندخل ممكن هذه المساحه المقتوله نستغلها ان انت تقدر تعمل عليها زي في صور هوريكو نقدر نعمل عليها شيلفز بحيث تكون تقدر ترتبها بطريقه معينه تحط فيها اغراض الاطفال. نشوه، في نقطه كلنا بنشتكي منها، التغيير، بنكسل نغير. كل شويه تلاقي مثلا ايه، انا عايزه اشيل الانترين، عايزه اشيل غرفه النوم، بنشيلها كلها ينكبها او نبحها ونجيب غيرها. لكن الافكار الابتكاريه بتاعت مثلا مهندسين الديكور او بتاعت الستات اللي عندها ذوق ان هي تغير شيء بسيط جدا يغير تماما في الشكل. غششينا كده شويه افكار نعملها في بيوتنا. يعني احنا ممكن بالنسبه للصالون في صور هعرض لكم مساحات نقدر نحن ندخل فيها ألوان مختلفة. يعني لو أنت عندك البيت كله ألوانه باردة وهادية، ممكن حبيتي تغيري الستايل، عايزة تعملي شيء مودرن وترندي وكده، تحطي لون سخن في النص، لون هوت، مخدات مثلا. ممكن المخدات لو غيرتيها تديكي شكل بس مش هتديكي فرق في الستايل. انت عشان تتاخدي، انا عايزه فرق جذري عشان تحسي بالتغيير، انت عايزه تتنقلي من الستايل اللي انك اتعودت عليه بحيث تحس ان انت كده عملتي ريفرش كده، حتى المود بتاعك حسيتي ان انت بيتك كانه بقى حاجه جديده بالنسبه لك. فهنعرض تباعا صور، احنا بنعرض اوريدي الصور صارت عندنا على السكرين. عم نشوف انه كيف في بعض الاماكن عم يستغلوها بارفف وحاطين عليها كتب، يمكن بتساعد على تغيير الديزاين. والصوفة يعني في مكان ما بين اثنين عمود اتعمل هنا صوفة مثل هاي الصوره، الصوفة هنا اخذ لون ساخن ووضعه في الوسط لون هوت اصفر اورنج. في ناس عامله هنا تلاقي في صوره فيها اخضر الفسفوريك. لو انت بيتك كله خلاص مش عايزه تغيريه بس الكورنر ده غيرتيه، انت يفرق معاك كتير في الشكل. هذا اللون الاخضر اللي حكيت عنه مشوار للاطفال. الصوره اللي قبلها، الصوره اللي قبلها تلاقي عامل بوكس بطريقه عشوائيه بطريقه غير مرتبه للاطفال اللي ضعوا فيها اغراضهم، وفي نفس الوقت عمل الديكور هنا المطبخ الضيق. لا معلش خلينا نرجع للصوره اللي فاتت بس نشوف الصوره. لو نقدر نرجع للصور نرجع لها دلوقتي. المطبخ من الاشياء اللي يمكن أيوة نايس. أيوة. عملتي ايه بقى؟ استغلال كبير. شوفي قد ايه 10 سنتي بس في العرض، واخدت بطول الدرور، عملت درور للتوابل. الله، ان كل التوابل دي هتعمل لك قد ايه كركبه عشان خاطر تحطيها. لو حطيتها بطريقه تاخد راحتها كامل بالظبط. ممكن يعملوها مثل ديكور. نشوه، انا شفت كيف انه هي تبعوت البهارات توابل او توابل عملوها مثل برواز على الحيط هيك، ولها مثل رفوف هيك صغيره. بس دي كمان عمليه جدا وسهله. هو احنا حتى اخترنا الموقع انه جنب الغاز جنب الكوكر، ان ست البيت تقدر بمنتهى السهوله بتتناولها وبمنتهى السهوله بترجعها، لان هي عشان تحطها في شلف منفصله بعيد مع الاستعجال مع كده لا هتلاقي رجع تاني نفس الكركبه اللي بتقول عليها من اللي بتوقع التوابل. يا رشا انا بشرك، في ناس بيدوروا على علبه الملح بغرفه النوم. يعني عندي مشكله دايما عزبين زيكم او رجال زيكم، يعني ممكن تتوقع اي حاجه في اي مكان. لاحظت نص الصور تقريبا كان فيها الخشب الارضيات او الخشب ده. في هنا صور السلم الدائري. لو انت عندك مساحه وعايز تعمل دوبلكس، دلوقتي بقت الدوبلكس كتير منتشره لان انت مش مستغل المساحه افقيا، مستغل المساحه بطريقه راسيه.
ففي خلال 3 متر عرض و2 متر طول تقدر تعمل السلم الدائري اللي مش بياخد منك اي مساحه لتحتيه او فوقيه، كل المساحات مستغله، وهو في حد ذاته بيس قطعه للديكور. وين يفضل السلم؟ بنص البيت او على يمينه او يساره؟ لا هو طبعا لو كل ما يكون في كورنر كل ما بيكون افضل، لان انت ما بتقطعش المساحه فوق، عشان فوق يبقى عندك مجال توزع على غرفتين او 3 غرف. في هنا فيلا انا مصوراها، الفيلا بس غرفه نوم واحده بس، مستغل المساحه بطريقه ذكيه انه كل البيت يعني كمساحه المفروض ان هو مساحته غرفه، فانت عملت دوبلكس، عملت الصالون والريسبشن تحت، ومش عارفه الصوره اتعرضت ولا لا، الغرفه بطريقه مثلثه. شوف الغرفه قد ايه مفتوحه، اوبن اريا بطريقه مثلثه، وعندك دايننج صغيره جدا، بانتري بدل الكيتشن. يعني انت لو حسبت المساحه الافقيه دي مساحه اقل من مساحه الغرفه، قدر ان هو يوزع فيها ريسبشن ودايننج وبانتري، والغرفة النوم شكلها فعلا مميز، مميز جدا ورائع. يعني هي حلوة، هو التصميم حلو صراحة نشوة، بس هذا الدرجة أنا يعني بخاف منه، إذا بطلع عليه بتكركب لحالي. هو ده محتاج مثلا، بس إنه ليش ما له درابزين مثلا، ليش ما له ممسك مثلا؟ هو ده ديكور معمول للناس طبعا مش عندهم أطفال، يعني شو لو عندهم أطفال مش هيبقى جد. صح. يعني ممكن لو واحد شاب عايش لحاله او بنت او كده، انه مودرن جدا، وكمان يعتبر ستايل اوروبي يعني ممكن نحكي عليه. ستايل اوروبي. انت انا هنا الصوره اللي انا عرضتها كلها ستايلها مودرن. بس نشوى بمناسبه المودرن دلوقتي بدانا نشوف اصلا تصميم الشقق كبنايه، كان البنايه ما بتتبني على ستايل الشقق الاقتصاديه الصغيره. حتى الاساس بقى يتعرض في المعارض، بطل نشوف الاساس الضخم الكبير بتاع زمان. ده اللي هو على فكره البيوت السقف عالي بقت عامله زي بيوت الجابانيز اللي هي تحس انها مكعبات ليجو، اللي انت كنت بتقوليها هي ليجو. الجابانيز هذا والله وده حقيقي اللي هو جابانيز ستايل، ان هو ليجو فعلا، كانها يعني مناسب جدا ده الموضوع اللي كنتوا بتتكلموا فيه. ان فعلا المساحات الافقيه ما بقتش متاحه زي الاول. طبعا في فيلل وفي قصور، بس مش لمعظم الناس. احنا بنتكلم دلوقتي على 80 او 90% عايزين توفير اقتصادي اكتر. صحيح. فالمساحه الافقيه ما بقتش متاحه بنفس المساحات الافقيه. كنا زمان بنشوف الفيلا 15 غرفه او الشقه الواحده 5 غرف، دلوقتي بقت دلوقتي يمكن تحط فيها طقمين كنب مثلا وبعد الصاله فاضيه. هذا بالنسبه لقبل. بس نشوف في كثير طرق نحتال فيها على الاماكن الضيقه، مثل مثلا نكتر المرايا في الغرف الضيقه، الوول بيبر ما يكون غامق، هذا بيعطي انطباع انه الالوان اوسع. في ناس بتلجا حتى احيانا للستاير الغامقه او الوول بيبر الغامق او الصبغ الغامق، بهذا الموضوع بيضيق اكثر من ما تكون الشقه ضيقه. شو في كمان تكنيكس مثلا ممكن نوسع فيها المساحه؟ هو التكتشرز كمان، يعني مش بس الالوان، انت ممكن تعملي تكتشر املس وتكتشر زي هنا مات. هتلاقي فيه مات او الروك ستايل، يعني دلوقتي كتير نازل انه زي حجري صخري. في الصور اللي اتعرضت هتلاقي ستايل شبه الجبل متعرضة في الروكس بطريقة إنها عشوائية، في منه منظمة ومرتبة. ده كمان بيديك إحساس إن أنت مناسب للبيئة أكتر اللي موجود فيها. بيوسع بعض الأماكن، بعض الأماكن لا أنا مش عايزة وسع، أنا عايزة لون أرتاح فيه. يعني في ناس بتحب، أنت قلت بتلجأ للغامق، بس في ناس فعلا لما بتحطيها في ألوان فاتحة ما بترتاحش. صح. يعني أنت كمان بتدوري على الذوق العام للي هيسكن في المكان. مزبوط. احيانا بحسه يعني اللي بيرغب باللون الغامق انه اللون الغامق بيحسسهم بالدفء بالحنان اكثر من اللون الفاتح. الفاتح يقول انا في مستشفى انا عايز استايل مؤسسة انا طالع اخلص معامله. بس بعتقد انه مهند هو صراحه اشطر واحد فينا ملك الديكور عندنا، لانه انا فتت مره غرفته صراحه لا بس اتكلم عن موضوع كده. احنا كشرقيين دائما نحب الاكسسوارات، نحب الاشياء الزايدة. كيف نقدر نوظف الاكسسوار داخل المنزل بطريقه يمكن تكون اهدأ، وبطريقه ان احنا نبين الاكسسوار الموجود؟ طبعا احنا بنحط الاكسسوار في المنطقه اللي احنا عايزين نركز عليها، نخلي اهتمام صاحب البيت او الضيف يروح ليها الصالون او كده. اكسسوارز ممكن تكون من خلال الفرنتشر، ممكن تكون الاكسسوارز من خلال الديزاين اللي على الحيطه، كونسبت مثلا بيكون معين على الحيطه، طريقه يعني مرتبه هندسيه.
ممكن يكون تستعمل فيه ماتيريالز غاليه. انت حضرتك قلت احنا كشرقيين بنحب تقريبا يمكن احنا بعد عندنا كان يكون في قياسات اللوح اللي تكون موجوده على الجدار. دائما نشوف ناس يحبون يحطون لوح كبيره او صغيره او يحبوا يعرضون لك الاشياء الفنيه عندهم على الجدار. بس خبرينا اكثر عن تفاوت القياسات اللي تكون موجوده في مثلا في طبعا شور ان لو عندك صوفة كبيره زي كده اكيد يفضل ان انت تختار لها لوحه تكون يعني هي افقيه. ما يفضلش انك تختار لها لوحه راسيه، يفضل انها تكون افقيه. ممكن تكون سيمتريك يعني من الجهتين نفس الشيء، او ممكن تكون انها عشوائيه بطريقه الغائر والبارز، بطريقه يعني تكون انت على حسب برضو ستايلك العام. انت بتاخد فكره من صاحب البيت. احنا قلنا هو في ناس بترتاح في الفواتح، في ناس بتحسها مستشفى، في ناس بترتاح في الغامق اكتر دفء، وفي ناس يقول لك لا بيعمل لي كآبه وبيعمل لي حاله نفسيه مود مش حلو. طب انا عايزه اسالك سؤال بيدور في عالي انا مؤخرا، حتى الناس بدات تميل اكتر الى المطابخ الامريكان المفتوحه على الصاله ولا المطابخ المقفوله؟ يعني انت كمختصه في الموضوع. طبعا المفتوحه دلوقتي بدات اتجاه بقى سائد جدا. هي افضل للبيت المطبخ يكون افضل، هي بتستغل مساحه صغيره يعني بقى بانتري المطبخ. بعدين دلوقتي احنا ده اللايف ستايل بتاعنا، بقينا اكتر للجانك فود بقى يعني فين وفين تلاقي عزومات. ما بقاش زي زمان عندنا عزومة العيلة اللي بتتجمع كل ويك اند وكل، بقينا دلوقتي خلاص الحياة الريتم سريع، كل صح. الناس عندها شغل بالصبح وشغل افترنون، عايز يدوب ياخد وجبة خفيفة. فبدأ يبقى الستايل المفتوح ده بياخد مساحة صغيرة جدا، وفي نفس الوقت انت مناسب لللايف ستايل بتاعك، مش بتعد ولايم ضخمة فمحتاج انت مساحة كبيرة. او زمان كانت الطنجرة يعني بتعمل فيها كانت قد الطاولة دي ويدوب بتكفي لعدد الضيوف. كانت المطابخ برا وكانت المطابخ في ليها مكان لوحدها وليها حتى رولز او يعني زي شيء موصل بيتمشي له يعني شبه السيارة، ينتقل من كتر الاشياء ومن كتر الحاجات ما كانت كبيرة. دلوقتي بقت الطنجرات والأشياء كلها منيو يعني بتكاد تقدري تمسكيها من كتر قد إيه إن إحنا بقينا رتم الحياة سريع، عايزين ناكل كله جانك فود ساندويتشز. بقى ما بقاش زي الأول طبعا. فدلوقتي الأوبن كيتشن الأمريكان بس كاونتر بس، يدوب إن أنت اللي حتى الريفرجيتير أو حتى الماشينز بتاعته بتكون حاجات صغيرة جدا. مش زمان كان في غرفة مخصصة للتلاجة يعني من كتر التخزين. غرفة اللاندري كمان كانت موجودة. هلا يمكن صرنا نلجأ إنه إحنا نوزع اللاندري برا بأماكن مختلفة. نشوف صراحة معلومات كثير حلوة، ويمكن عن جد الواحد بيحتاج إنه يستشير دائما خبير ديكور لحتى يقدر يحل بعض المشاكل اللي موجودة عنده في البيت. شرفتينا ونورتينا، رح نطلع بريك ومن بعدها نورتينا. أهلا أهلا بيكم.